تعرفش حد بالاسم ده؟ انا الحكم يا ليه بدي افتح بقى. طب اديني اماره ان انت ابراهيم الحكم. يعني اظهرت لك ولا اطبل لك عشان اعترف ان انا ابراهيم الحكم؟ اسلم. ايه ده اللي بيهزر من باب الخشب ده؟ باماره العلقه اللي كلتها امبارح في السيده زينب. طب ودي اماره من المنطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره ثانيه. اماره ثانيه؟ اه بأمارة الشنطة يا حبيبي. لا أهتم حبيبي. لا أهتم ارزالك. نعم ارغي يا عم الأمور. الله الله الله، انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وكدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليلة؟ اه اجي معاك اخطب لك الليلة. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحة. لما اكون في مصلحة تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ دوختني عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضحك ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك فا. لان انت كده بقى بتعمل عليا فردة وبتبلطج عليا. يا لمبي. ال 15 جنيه. ال 15 جنيه. والله العظيم هطلع لك من اخرك. طلبت خرام ومرخينا. لا لا خدها على ما عفنا. اخد انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على هناك. سلام عليك يا عم زقرة. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجلة. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. هتؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجاهه؟ وجاهه وجاهه. وحياه ابوك الحلو كده. والله يا ابني انت هتشكر بذوقي؟ عيب. وخدها يا احسن 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك. انت حاسس ان انا نقطك في ليلتك يا احسن. انت اخويا بحقه حقيقه يا لمبي. امال ايه يا عم؟ اخويا يا لمبي. مش بيصدق نفسي. مش بيصدق نفسي يا لمبي. مش بيصدق نفسي يا لمبي. مش بيصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوه. مش بيصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوه. مش بيصدق نفسي يا لمبي. مش بيصدق نفسي يا لمبي. العقل يهدي المصطبه. العقل يهدي المصطبه. اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ليه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في ثلاث موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. ياد الثلاثه. ياد فين ياد الثلاثه؟ مين واحده في الثلاثه عني؟ الرابعه يا لمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق انا شفت البني ادمين بالظبط؟ ايه لازم انت واخد سنك السودا دي؟ بحبها يا لمبي بحبها. طب خلاص طب خلاص. يا ريت انك بتتزفت بتتباعها. بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا. اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از. لازم تضمن حقك. وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواقع قنبيالات. كميالات؟ وانا اشتري تلاجة يا لمبي؟ يا تفهم يا دي التلاجة على الاقل ليها ضمان. انما دي شكلها متخزنة بقى لها كتير ملهاش ورق. الدمارك مفيش. فانت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي. لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله. انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا اهتم اختنا سمير ارضف و ربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي. بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك. على ايه؟ نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تجي يبقى التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك. شكبه وتكتك. ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ ايه يا عم على ايه يا عم الله؟ ايه اللحام اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه. حادثه
تصدقنا ان سحبوه من تحت دي جي ولا معلش يا لمبي استحمله استحمله عشان خاطر عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت معلش يا لمبي خلاص انت عبطني ولا ايه؟ يا ده بعد ما انت بجد تتحول يا لمبي تخلص واخد بالك يا عم المرحوم احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وبعدين ندخل الحلة والغطا في بعض انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع؟ نعم؟ كويس من اي ارتجاع؟ لا يلا يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده بيحلم وهو قاعد يا عم ده تمثيلتك الصعبة معلش يا لمبي لمبي بالظبط ايه؟ عشان خاطري الجواز دي مش هتتم يا عم ما ينفعش ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي هتخليه في مفرده الجزمه كما عودناكم اعزائي المشاهدين نلتقي مره اخرى خلف الاسوار مع سجين جديد في جريمه جديده وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمه نتعرف عليك اسمي اللندي عندك كم سنه مش عارف بس انا عايش بقالي كتير تهمتك ايه تهمتي سعادتك ان انا رحت اجيب عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضرب وايه لو سمحت غصب عن غصب عني يعني ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك وطردني في الشارع برضه غصب وقدر وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضضني من كتفي وراح زرفني نص كده نزلت على ودن اسنجيت بقى نوضح لو سمحت نوضح واسنجيت يعني اترشيت سعادتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضو عمي واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي سعادتك يعني امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه ده اللي مكتوب في التحقيقات ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيجمن بتاع الاسهال وما فكرتش تشتغل مش فاضي ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني نعم يعني ليه بقيت بلطجي واحد مصاحب علي علوكه واشف كوخه عايزين نطلع الطيار طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك بسم الله الرحمن الرحيم احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة لا تفيد واطلب في نهاية البرنامج اغنية لام العزيزة سيد الحبايب يا حنان انا انت المطلوب يا ادم خلص هو يا فندم بعد اذن سعادتك ده يا ادهم حاضر فندم عاوز يدخل الزنزانه شويه اجهزه يعني سخان شاي كاسيت تلفزيون اوكي مش عايز دي في دي نعم دي في دي دي في دي نجيب له دي في دي هو متهيألي عنده بطاطين كفايه مش محتاج دي في دي ده الموبايل يبقى كده تمام بسيطه جدا الموبايل ايه المشكله يا ادهم نجيب له موبايل يعني على الاقل يتصل بالاولاد كويس ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه وناخد له زنزانه اجار جديد واحده بتطل على البحر والتانيه بتطل على الشارع ده عند امه عند امه يا ادهم ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله حاضر يا فندم بخير محمد عبد القادر فندم يلا امدح بقى انت مين؟ اللمب لمبك؟ لمبك كنت بتكلم سخان اللمب انده انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ انا من امبارح وانا هنا دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ يعني اتخنقت شويه انده بقى والنبي نهارك طين نهارك اسود يا عبد الباشا والله انا اتفاجئتك وعرفت الحقيقه حقيقه ايه؟ اصل عم خد عقد شقه بتاع ابويا اخرس جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده انت فاهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم انت جاي هنا تتسجن عارف ليه انت عالي على المجتمع انت حساله حشره تداس بالجزمه القديمه فاهم يا ولا
انا هسطل. تعرف السجن كويس؟ لسه ما صفقتش المكان. بتقول ايه يالا؟ لسه ما صفقتش المكان. انت مخبي موس في بقك يالا؟ اخبي موس في بقي ليه؟ شعر دقن بيطلع لجوه. يا نصر اضحك يالا. تعرف ده ولا ايه؟ احرص. تعرف يالا التواليتات بتاعت السجن؟ التلاوت دي الكبانيه. الكبانيه؟ الكبانيه الكبانيه. ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانيهات السجن كبانيه كبانيه. استنى الكبانيه. بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده احنيهم وارضعهم وانلمهم في سربريرهم. يا ولا الحنان ده كله. ولا يا ولا قلب الام ده. ايه قلب الام ده يا ولا؟ سيبه انت خليك معايا انا. ولا يا ولا الحنان ده. ولا انا اعمل ايه؟ بعد ما تعمل كل اللي قلت لك علينا تجيني هنا اجيب خانع. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. الريحه الفظيعه دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي حكيفك. يا ريت خد. ايه رايك يا لاليش؟ هظبطك. ظبط. ايه رايك في النفس الدول يا لاليش؟ خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسه دي. يا سلام. انت عارف لو الهروبه دي باظت واتقفشت هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش، انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربيه الخضار. عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومة. يوه يا عم ما تقلقش، انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلصنا ده، انتوا واثقين من السواق ده. يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. عندك حق. يلا بينا. بينا عادينا. انا الهندي. ويا عم يا جمال حاصل حاصل لجمالك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتوره؟ انا اللمبه. مش عارفه انت واخد بنج نام جمل. البنج ما بيأثرش فيا. طبعا انت نقلت له مخ من الكيف جاز. انا الحاجه تجنن. الشكل ده مش غريب عليا. كهربت مخي زي ده جدا. يعني ايه هينور كمان؟ الله ده تم حظي ده كمان. اوعى ده مش رياض باشا يا دكتوره. هي انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا خاله كده. انا اللمبه. انا اللمبه. ده عند بابا هتبص كده حاجه من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فيه من ساعة البوم بعضه ما عرفش. انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا اللمبي لما اخر حاجة اخليك تساعد معنا حاجة. اذا كنت كمان والله العظيم اقول الحق، انا اخر حاجة عملتها معك نضفت الكبنيهات يا عم. انت حبيب بابا، حبيب بابا اللي كانت ولا هو مظلمة الدنيا. حبيب بابا، حبيب بابا. ده يجي معك قوي يا حبيبتي. يا ما بتردش ليه؟ خرصة ولا ايه؟ دي مش بنتنا يا رياض. ما بنتين دي؟ دي بنت الشغالة بتاعت ماما. والله انا معلش، ما انا يعني انا برضه قلت يعني انت بيضا وانا بيضا، ازاي نخلف صباع العجوة ده؟ يا سلام الدنيا، يا سلام الدنيا، يا سلام الدنيا، يا سلام. سلمي على بيبي. مامي يا امال صوته اتغير كده ليه؟ معلش. سلمي على بيبي.
انا مبسوطه قوي ان حضرتك خفيت. بونس الكروته دي ده يا شافه ده بوتاجاز يا بوتاجاز اسمها ايه البت حلقت لي زي ما اكون في حيوان سلابندر قاعد على الارض. سلام عربيه في النص النقل لما بتتروق بتبقى كفاءه يعني كفاءه قوي. هاي رياض انا جاهز. ايه هاي رياض انا جاهز ده ايه اللي انت لابسه ده؟ ده سبورتس وير. نعم سبورتس وير. بص بلاش حاجه فاضيه. ايه الدراعات الملط دي؟ تروح فين قلت لي؟ النادي. النادي تعال هنا قرب. رايح فين تاني سمع لي؟ النادي. النادي يعني رايح مركز شباب والشباب هناك كده اهو وله عيون وهيقعد يتفحص كل منطقه في قلب جسمك. الشاب من دول لو دخل في السور هينفض من الناحيه الثانيه. يلا انت عمرك ما قلت لي اي كومنت على اللبس. نعم اي ايه؟ عمرك ما قلت لي اي كومنت على اللبس. بلا كورونا بلاش الحاجات اللي انت بتعملها ما تغيرتش الموضوع. انت مش متجوزه ده كربطة هنا. رياض. بلا رياض بلا لمبي. لمبي؟ لمبي مين؟ تتيجي فين انت في وجعة اللمبي ولا حلاوة اللمبي ولا طعامة اللمبي؟ اللمبي ده كان يسوق شارع قدامه كده بحاله، صقر كبير، له في الجبال علامات، لمبي ده كان فاضل يومين وصورته تنزل على الجنيه. خلاص بقى الله يرحم ايامه. عمل حادثة، دخل في بقه واحد. يلا بت اجري بس الحاجات التانية. بت؟ اجري يا بت ما تخليش بقى، اجري انت بقى. لا. البسي حاجة بقى. لا. يا بت اجري بقى انت حلوة كده الله يقربك، اجري انت يلا. لا. يا بنت والله هعضمك. اجري انت يلا. يلا اجري انت. يلا يا بنت. يلا يا بنت امشي. ايه البلة اللي مالهاش حاكم دي؟ ورد عداد الشمس الشمس خد بيتك يا روميو. ورمي ده كان عبيط ولا ايه؟ صح زهق أم شاكي. الله يخرب بيتك يا هادي. أنا بيت روميو. إيحاء. إيحاء. اطلعي بقى عشان نقول كلام حب بقى. إيحاء. إيحاء. يا يوما ها ها مين؟ أنا. أنت مين؟ أنا روميو. وعايز إيه يا سي روميو؟ عايز حد يسلكني من الشجرة اللي أنا فيها دي. لا ما شاء الله ايه الحلاوه دي؟ بعد ما ابص لك بروح ابص في المرايه بحس ان انا شايف حيوان. عارف الخيمه دي بتفكرني بفيلم عنتر ابن شداد بتاع الاستاذ شيبوب. عارفها شيبوب ده؟ والاستاذه كوكك عارفها؟ ايه ده؟ بقول لك فردتين قاعدين دي مزه حلوه صح؟ دي مزه في الجون بتعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت مش شايفه بتلاقي حل بيا؟ لا لا من فضلك استنى انت بس انت هتلاقي دم بيطرطش وقطع غير بني ادمين بتترمى ولا تلاقي خلي نفسيتك سكت رياض عشان خاطري بلا رياض بلا امسك من فضلك امسك القميص ده احتمال يبقى ذكرى ولا حاجه من فضلك ايه؟ بص يا كابتن احب اعرفك ان انت غلطت غلطت جامد يعني في نجم غلاف في اخبار الحوادث
خد القميص واجري انت، خد القميص واجري انت، شوف اي حد هنا بلاك اجري. طب ارسلك على ناحيه بقى. خد بالك ده حيوان، انت مش عارف ده ضابط. طب هو محتاج توصيه بالطنين، ده ضابط خليك انا هجعلك. طب اقول لك بقى اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ انا استنى كده يمكن ما اعرفش. ايه يا عم انت ايه بترد؟ نزلت حاجه ساعه ولا ايه؟ خلاص طيب. ايه يابا؟ لا والنبي اوعى تعمل لي اي مفاجاه تانية. ايه ايه يابا؟ استنى في شبس. روح انت بقى يلا عشان الراجل ده عايز بحاجه. يلا اطلع يا عم السوبر ست.